ثانك يو. يعني لو هالحلقه بتطول بالليل ولا بتطول لطلوع الضوء اوه اوه يعني ترجع تعتم ويرجع. مش غلط، انا ما بحس بالوقت يوم بطوله. آه العمر قصير بيقولوا، وفعلا هيك ايه، والبخت قليل وما بعرف الحكايه. لا معنيهم كلهم. ايه الحياه حلوه، طب شو فيها غير الضحكه؟ ايه الحياه قصيره بيقولوا. انا بعرف عمرك ونحن مش كبار، صح؟ صح. وافقني الرأي؟ بوافقك الرأي. إيه؟ مع الضحك. امتى بدنا نتجوز ونجيب اولاد ولا لا؟ بس انه الفكره وارده، مش انه انت هلا في احلى من الفاميلي وهيك. لا. في احلى من الفاميلي. لا. ما انا بتعرف شو عملت؟ انا تجوزت الجمهور كله والفن كلهم كلهم جمعتهم. إيه؟ كلهم. ما كلكم بتقولوا هيك؟ بيلبق. انا بفهمك يمكن هلا مش بيلبق للي بيقولها، بيكفي انه طالعه من قلبه فعلا. النجاح كل شيء، مش عم بقول لك في شيء اسمه ثمن، في شيء على حساب شيء. اللي بيصير بس هيدا احلى شيء، يعني العائله والولاد. إيه احلى شيء ان شاء الله. ان شاء الله انت اول المدعوين يا تمار. ان الله راد باذن الله. مش رح اعمل من وراكي. طب وين رح تعمله للعرس انت هلا؟ حسب العروسه من وين؟ صدقي مش هيك، قبل 24 ساعه رح احدد الموقع، مش اكثر. اخر دقيقه يعني. اخر سربرايز. انت كل سربرايزز معك. شو في احلى من هيك؟ لا ما في احلى من هيك. حلوه الدنيا تكون تشبهنا ومنشبهها، حلوه احيانا الجنون شوي حلو. والدنيا اصلا مجنونه، والله مجنونه الدنيا. إيه مجنونه والله. ايه ليك حتى الطقس تغير، في جنون بكل شيء صار هلا. بس احلى من الطقس الواحد ما يتغير بال 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 بالخط العريض، ضمن الخط الاحمر، ينوع ويعمل ويروح وكذا هيك، بس يضل محافظ على. طب ليك الخط الاحمر بالفن انت كيف بتشوفه هالايام؟ سؤال ما احلى ما احلى هالسؤال وما اصعبه. سمعته. ما احلى هالسؤال وما اصعبه. ايه نفس الوقت الخط الاحمر كلهم يغني على ليلاه يا تمار. وانا على ليلي اغني، شو بدي خبرك؟ بكفي هيك الجواب؟ لا واضح مبطن. لا واضح. مختصر مفيد يعني مثل ما بيقولوا. ايه طب انت لمين عم تسمع هالايام ايهاب؟ من الجيل الجديد، من الموجودين هلا على الساحه الفنيه. ما تتفاجئي اني انا بقطف الفن، اذا بدنا نعتبره مثل هالقعده والبستان الحلو، بقطف من هون ومن هون ومن هون، بسمع كل شيء. كل يوم انت بتحبي تلبسي شيء ولون جديد. الفن قوس قزح اذا بدك، يعني كولرز. فانا بشوفه بعيوني، بحب اخذ من هون واقطف من هون واسمع. انا الصبح تمار ما بقدر اعيش بدون اذاعه نوستالجي، مش دعايه، ما بعرف. انا سوري، بس انه انا هيدا ستيل من الاغاني. انا بحب 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 لحتى فوت بالمود، الاغاني الغربيه فوت بنهاري شوي، بحبها لفوت بنهاري لحتى اعرف امسك العود، لحتى اعرف كفي واعرف امسك الجمله ولحن. بس حلو يكون في عندي المام من هون ومن هون ومن هون ومن هون. بس يعني بتسمع الاجنبي لتترجموا بال. انا سمعت الشرقي، سمعت الشرقي، سمعت ما بعرف اذا هذا الموضوع نحن رح نضوي عليه كشرقي، سمعته ودرست على ايادي كثير اساتذه احاطوني برعايتهم تمار من انا صغير. يعني من كم سنه؟ يعني صغير كثير. طب خلص الوقت هون يا سلام. على العمر خلص الوقت. انا عامل اغنيه، انا عامل اغنيه اسمها خلص الوقت كمان. كل شيء بيمرق وممكن يرجع بس الا الوقت فعلا، وكل شيء بنخسره ممكن بدك تسمعنا اياها بعد شوي بتاني بلوك. قول ايه قول ايه قول ايه، ما بقى في وقت. بنحاول 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 بوعدك اكيد. ايه بريك صغير وبنرجع. Gittiğin günden beri mutluluğu özledim. Bir gün gelirsin diye kimseleri sevmedim. Gittiğin günden beri mutluluğu özledim.
bir gün gelirsin diye kimseleri sevmedim. Sana uzanmak istedim, seni bulmak çok istedim. Çünkü bana sevgi veren, çünkü bana hayat veren, yaşamak nedir öğreten, hepsi sensin. Çünkü bana sevgi veren, çünkü bana hayat veren, yaşamak nedir öğreten, hepsi sensiz. Bekliyorum, bekliyorum, yol sonu bekliyorum. Özlüyorum, özlüyorum, seni çok seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seni çok seviyorum. يعني بطل وفاجأتني. منيح لك، منيح انك كنت عم صور. قلت لي جذورك تركية، ما قلت لي بتغني تركي. هلا سني شوك سيفيورو، سني سيفي، انا يعني انا بحبك كثير. طبعا الجذور تركية والخامة التركية موجودة والميوزك التركي واضحة جدا. بس انت بتسمعي صح وانا لاحظت عليكي، يعني بحب بحب النغمة التركية اكيد، وتلمست عليها، تلمست عليها اكيد. والبحر، الفن التركي بحر، والريشة التركية والتكنيك للعود، الريشة التركية كله هذا فعلا هيك. يعني بعدين ما تنسى قد ايه نحن عم نجيب اغاني من عند الاتراك. مزبوط مزبوط، يعني في نص اللحن يمكن تركي عم بيكون. كل شيء بالاستوديوهات، بالتسجيل، طريقة التوزيع، طريقة الاتراك، شاطرين بالفن. اي والله سبقوا سبقوا كثير عالم يعني. يعني قبل ما نتابع حديثنا إيهاب، بدي أشكرك لأنه جبتنا على بيت الأرميد، بيتك الثاني يعتبر. يعني أنت هون كل ليلة سبت. كل ليلة سبت خبروني عن المطعم، قصة أولد ستوري، يعني 200 سنة، 150 200 سنة. مثل ما بنعرف طبعا شهادتنا مجروحة جبال الأبجدية بلشت من هون. والمطعم بحس كل حجرة عم تحكي. ما هيك؟ عم تحكي عن جد، إلى قصة، كل حجرة إلى خبرية. فعلا المكان كتير حلو، وواضح أنه الأجواء حلوة كتير. البيانو أنا كتير لفتني. الميكس هذا حلو بين الأولد نيو، هذا المودرن والأنتيك. أكيد حلو كتير. كيف عم بتكون الأجواء ليلة السبت؟ كيف عم يتفاعل معك الجمهور اللبناني؟ ولهلا اسم الله يعني في كتير سوريين كمان هون. الله يزيد المحبين أكثر. ايه حقيقة طبعا. أنا كتير مبسوط بهال، يعني عم نعمل شيء حلو كتير. أنا بتمنى تشريفكم أكيد رح نبقى بإذن الله. نعمل أكيد هيك أجواء حلوة أكيد. والعالم يعني بدك تسألي العالم كمان قديش مبسوطة، عم بيجوا دائما عم نشوفهم وعم بيزيدوا كل سبت. ف خير الحمد لله. الحمد لله. ما بنحب اكثر من هيك حتى يضل الجو يعني في شوق حالي من الشوق. طب ايهاب خبرني عن القصه اللي جمعتك مع صابر الرباعي. الحقيقه هذا الموضوع انا يعني ما كثير يمكن تمار اذا بدي احكي فيه شوي بحس بنفسي، لاني صابر الرباعي فنان وشهادتنا مجروحه. انا كفنان بحب احترم كل انسان تعب على حاله هيك، بس الاشياء الشخصيه بتبقى دائما بتكشف الاوراق اذا بدك، او الجانب الثاني لشخصيه الانسان. شركه فوني للانتاج والتوزيع الفني باكبر شركه بافريقيا، صاحبها صابر طارق الرباعي بيقربه، فطلب مني نحضر عمل لصابر الرباعي، كلام ولحن. وكانت اميره احلامي كلامي والحاني سمعه، وكان الميتينج الاول طار عقله، حبها كثير. قال لي هي هاي، هي هاي. فيا رجاء بس بدي تغير لي شوي بالكلام. قلت له تكرم، غيرت شوي بالكلام. قال لي اوكي اكتب لي اياه، وانا اعطاني الايميل وكل شيء. تمار قال لي عمل لي الديمو، سجل لي الميلودي كذا مشان يحفظ وكذا، واخذ الغنيه وفل وما عاد شفته.
يعني انا تفاجأت تبعت شوية مع شركة الانتاج انه ناطرينه فانا هذا انه كان الموقف منه كتير استغربته. ففي فنان كبير بلبنان معروف وعنده استوديو اهم استوديو بهالبلد حاب يدخل على الخط ويسأل القصة لاني بتربطوا صداقة ما بيني وبين صابر. اوكي صديق مشترك بيني تمام يعني. فاللي قهرني اني نكرني نكرني ونكر العمل علما هو اللي حبه هو اللي راده هو اللي أكد عليه وطلب تغيير بعض الكلام وأخده وعجبه وما فكر وما خلاني كفي الغنية قال لي هي هي اللي بدي إياها أنا. طب ليش برأيك هيك صار؟ ما بعرف الطريقة اللي بيفكر فيها بس أنا شفت موقف غريب منه كتير يعني أنا فعلا لو سمحتي لي أقول عيب فعلا فعلا أنه عيب أنه ما توقعت أنا يكون هيك نحن كزملاء أنا بقدره وأكيد اجتمعنا أكثر من مرة فتفاجأت كيف كانت هيك الأمور ونكرني بهالطريقة أنا زعلت كتير أنا ما كنت بحب هيك يكون ما بيحب غير عقله بس النكران ما بعرف شو معناها يعني إنه حس ممكن شيء أثر عليه إذا عم تجربي تسأليني لتعرفي أكثر أنا جريء مش لاني ما بيهمني بهمني وبحترم الكل اكيد لا انا طبعا ما كثير حابب يعني فوت يعني بس الحقيقه بس بقول اللي بقلبي يمكن في شيء فكر فيه للفيوتشر اكثر يمكن انا هيك قلت لاني هالنكران ما كثير طبيعي يعني له تفسير خاصة معين خاصه من فنان مثل يعني صابر الرباعي يعني حتى هو معروف يعني جمهوره في تونس ما بيقبل اللي عمله لاني صدقيني نجحت في تونس جدا والفانس تبعي بتونس ما ممكن يقبل والصحافه التونسيه ما ممكن تقبل اللي عمله لاني عملنا شغل كثير حلو في تونس والصحافه بتلحقني دائما بتونس ما بتتركني والتلفزيون و يعني بتعرف إيهاب صار لك فترة أنت بهذا المجال بتعرف على طول بهذا المجال يعني بيصير في أشياء بيصير في أغلاط بيصير في يا يعني حلو التوضيح ما عرفت إنه الغنية بتخوف كل كل هالقد بتخوف الغنية نسمع شيء منها معلش يلا أكيد حتى ما يصير في وهيك باخذ رأيك فيها كمان لا رائعة وهيك منعرف مين الخسران لسه الايام بتجمعنا مهما العمر طال نفس المعنى ونفس الشوق اللي جمعنا لسه الايام بتجمعنا مهما العمر طال نفس المعنى ونفس الشوق اللي جمعنا لسه الايام بتجمعنا مهما العمر طال نفس المعنى ونفس الشوق اللي جمعنا وانت الحب الباقي بقلبي واحلى ذكرياتي يا أميرة أحلامي الجاية معاكي مستقبل حياتي وانت الحب الباقي بقلبي واحلى ذكرياتي يا أميرة أحلامي الجاية معاكي مستقبل حياتي معاكي مستقبل حياتي رائعة طبعا يسلم هالتم يعني أنا بقول الجو كان جو هذا لا واضح إنه جو عن جد بتشبهه كتير الأغنية كل شيء خير كله خير طب سلم إيديك وسلم طبعا أنا هذا موقف صار معي بيكفي إنه طلعت بصدق وإنه لسه الأيام تجمعنا فبموقف من المواقف وأنا بصدق هيك أشياء يعني لما بتصير سلام خاص لصابر الرباعي أكيد رسالتك وصلت بالنهاية أنا كمان بقول سلام خاص مش على شيء بس إنه بالنهاية أنا فنان وبحترمه كان عندي تعليق مو أكثر طب ليك على مين عينك؟ مين حابب تعطي هلا كلام أو لحن؟ رح أقول لك بمجمل الصراحة كل صوت بيستاهل حقيقي وبيستاهل الدعم بعيد عن أي ماديات 100% أنا حاضر أي صوت أنا بحبه بلمس فيه الفيوتشر